السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والتحية والتقدير متابعين قناة عبد الجبار، جزاكم الله كل خير ربي يحفظكم. يا اخوتي الكرام، اليوم راه مغيم الحال ان شاء الله، ربي العالمين يجيبنا مطرة ان شاء الله غيثا نافعا يا ربي. اليوم عندنا 22/10/2024 الاثنين الثلاثاء، ربي يجعلوا عام خير وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. اليوم راني عندي على الطريق الوطنية رقم 9، قد ما نحكي لكم على هذه الطريق ما نقدرش نمد لكم. هنا راني دخلت البلاصة يقولوا لها مسعادة، تابع المروحة من هنا وروح مروحة، لا إله إلا أنت. قد ما نحكي لكم على هذه الطريق ما نقدرش نوصفها لكم. علاش؟ طريق خطيرة وممتعة في نفس الوقت. كيفاش خطيرة وممتعة؟ اللي يحوس على المناظر يلقاهم، واللي يحوس على الخطر كاين. الخطر وين كاين؟ الناس ماشي مسعفة بعضها، ما تخليش الناس مسافة الأمان، الناس تسرع بزاف، يدوبلوك في اللالين كونتيني في المنعرج، يعني لازمك دائما داير حسابك ولا حساب مع ربي سبحانه. تقريبا هذه الطريق هذه فيها لي مطار بزاف، علاه؟ لي خطركش الناس هنا يدبلوا في المنعرجات، كاميو مشارجي كاينة عقبة، كاميو مشارجي طالع 30 ولا 40 يولي يدير سيركيلاشو، تولي تتقلق الناس. هذه هي اللي خلاونا انه حنايا تسرانا حوادث المرور ويسرى اكتظاظ. الطريق هذه استعملوها اصحاب الكمين بزاف. دوك الوقت اللي راني فيه هنا الكمين تسمى راهم راحوا، تسمى دوك راه زوج ولا ثلاثه تاع العشيه، بكره يبكروا اخرين كيف تجيك على الاخر على من 9 وربع تاع الليل، وكاينين اللي باتوا مشارجين الصباح يبكروا. يعني وبالنسبه نتاع البور هذوك ما يبداوش حتى ل 7 ولا 8. دروك الناس اللي راهم طالعين هما اللي بزاف اللي راهم خارجين من ميناء بجاية. تسرى دائما تلقى كاميو يتمشى بالأقل تسرى وراها سيركيلاسيو. هذي تولي الناس ما تصبرش تتقلق، هاك تشوفوا كاميو كما هذا أو على الأقل 5 طوموبيلات ولا 6 وراه. خيك أنا خايف، والله ماني خايف منه، خايف لي يدخلوا فيا من لوا. ماركيرك ستوب ولا ستوب هنايا، جيت هنا نقاري على الدروات تفرغ الطريق وندور، ماشي نقعد هنا مسكر الطريق الكبيرة على الناس باش ندور. انا خايف. ايه مرالي تسوق عليا باينة، الله يجيب الخير. طريق كبير كيما هذه على بالكم كي تحبس زوج دقائق ولا دقيقة تسكر الطريق، وزيد القناطر هذو فاسدين هنا هي. يعني الناس تولي تنقص، وكيف ريني واحد يولي اكتظاظ وراهم على حركة المرور طاوية ياسر. بس الحمد لله يعني ماشي كما الصيف. الصيف هي المصيبة كبيرة، كارثة كبيرة. هذا البلاصة، هذه المكان، هذا شو ما زالت لي 7 كيلو الخراطة. وروح راح تنطحني العقبة. هنا يكون نلقاو شاقمان تقعد تمشى 10-15 حتى تلحق قريب ال لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى الخراطة ولا تفوت عليه. يتمشى بالأقل السيركيلاسيو. موسخ متقلق منه خلاص، على بالكم كاين ناموس هذاك الاخر. هذا وين نظفته كي جيت نديماري في الطريق؟ عندي واحد ساعتين ولا ثلاثة نظفته الصباح. هذي نشوف
هذه الطريق كل واعرة منعرجات بزاف وما تقدرش دوبلي، ما تلقى طريق متقاطع انت تخرج قد قد وتولي خط متواصل، تولي يعني باينه طريقه مسكره منعرجات تلاقى مع الناس. استغفر الله العظيم واتوب اليه. عندي عدة متابعين يسقسيوا فيا يقولوا لي عبد الجبار تكلمنا على راعي السائق والكونجي اللي هو اللي نقوله تاع العام، كيفاش قداه تخدم وتريح، كي تريح في الدار شحال تقعد، كي تروح برا الخدمة مثلا تخدم سمانة ولا 15 يوم شحال تريح في الدار. هذه الأمور كامل كل خطرة راني حكيت الفيديو اللي طلقته اليوم واني درته اليوم برك حكيت عليه، بصح كاينه تفاصيل اللي لازم نعرفها. كل واحد درك كيف راه داير، كاين مثلا ذوك الشركه اللي كنت نخدم فيها قبل وهذه ماشي كيف كيف كيما الاخرى، لازمك تدي الكونجي تاعك، لازمك تديه، لازمك تريحه. كيما هذه تحب مثلا تخدمه وتخلص فيه ثاني عادي يقبلوا لك، اما الشركات الاخرين ما يقبلولكش. كاينين شركات ما يقبلوش، يقول لك اخويا لازمك تريح، وكاين اللي يقول لك اخويا ما تريحش نخلصك فيها اخويا وخدم، وكاين اللي ما يمدوش خلاص ما عندهمش هذا الكونتي، عنده مثلا في الاسبوع تريح يومين ولا ثلاث ايام والسلام عليكم ورحمه الله، هذا ما عنده. هذوك على حساب المفاهمه وعلى حساب البلاصه اللي خدام فيها. كيما انا كنت في سيتيرنا نخدم شهر ونريح 8 ايام، كاينين اللي تخدم 15 يوم ويعطيك يومين، وكاين اللي تخدم 25 يوم ويعطيك 5 ايام. كل واحد درك كيفاش. والسومه ثاني، السومه مثلا الناس اللي يخدموا سمانه ويروح لدار ولا كل اللي يروح، ماشي كيما واحد يقعد شهر برا، كل واحد وكيفاه داير. واللي راه يخدم في سيتيرنا وكاين اللي لام يقعدوا بالشهرين، وكاين اللي يسوق في الكارونطون، وكاين اللي يسوق في سيلبو، مش كيف كيف. وذو كل واحد وكيفاه، انت وصاحبك على المفاهمه اللي تفهمتوها النهار الاول. راني قريب المحطه راح ندخل ندير المازوت ان شاء الله، نلقى المازوت برك. ايه هذاك البرتشار راه هذه ستاسيو، هذه والله ثلاث كمين بطلت كي نعود تراجع، راني ندير كاين كامي وزوج ثلاثة وثقيلة شوية. هذا وين بدا كي نعود تراجع راني ندير مازال يعني راه تحت النص شوية، يكفيني باش نروح الجاية ونرجع يا حسرة. قدامي هذا الكاميو هذا، دوك نجيب الطريق هذه كل نجيبها 20 30. شوفوا هنا كاينين بلايص تقدر تتجاوز عادي كيما حنايا نقدر نتجاوز. صح لازمك تكون خفيف ظريف. منين دخلت بعد خلاص تولي يطلع لي كونتيني. علاش خفيف ظريف؟ باش عمرك تلاقى مع واحد ولا حاجه. انا والله كنت تعود طريق محلوله حتى نلقى واحد خرج فيا فاس فاس عادي نخطرش عليه مستعد ليه. المشكل انه كي يكون منعرج ناطح فيك ومن بعد تلقاه فجاه تلقى واحد في نص الطريق، من الغابه من الواد ما تلقى لا وين تروح. واحد مثلا مول طوموبيل جاي يخرج هنا، اقدر انا خرج روضه والكامي خرج روضه وفوت الى مان وخلاص، ما نقول له ما يقول لي. صحبه طول في منعرج كيما هذا مسكر تلقى واحد هنا كارثة، الله يحفظنا وخلاص. بلدية خراطة، احنا نحب الخراطة. في الطريق هذه كامل كاينين زوج بلايص اللي تقدر تدوبلي، كاينه بلاصه هذيك اللي دوبليت فيها هذا وين، وكاينه ثاني هنايا بلاصه او هنا ديجا ما منعدو بلاصه
غير شويه المرس وهذا حتى المنعرج هذا تدرك هنا خرج واحد يدوب الطريق راهي عريضه تقدر تخرج شويه هنايا مثلا وهو يخرج على طروات اكوش وتروح في الامان على بالكم كون ما تكونش فيها مسعفه في الطريق كل يموت 1000 واحد نص الناس راهي ما تسامحش بعضها لا غلط واحد ولا دبر راسه وخليه يروح باش ما تجيبش المشاكل روحك كنت عود انت يا اللي غلط وراك الدور وتلحقو تروح تسبت وياه ولا تقول له كلام ويقول كلام ولا تضاربه ولا ما تصلحش لازم باش تكون سائق محترف وتكون عندك اخلاق وما تجيبش المشاكل وتروع بخير وعافيه لازم تكون انسان مسامح الله يبارك ان شاء الله تقعد هكذا البجايه وحدي نغني طول نطلب سرسر حتى البجايه استغفر الله العظيم انا خراطات بالكام ان شاء الله يبارك هذا الصطاد اللي راه قدامكم وهذا الواد هذا الجبل هذا اللي راه ما بيناتكم ثم الانفاق الطريق هنا فاز ده ياسر تخيلوا هنا مال في المنعرج هذا لقيت واحد يدوب لي اون فاس ا فاس المزين تمشى بالعقل على بالكم هنا عليه هنا الكماين ساعات وتلقى سلسله ورا بعضها كي يعودوا يتمشوا بالعقل اصحاب الطوموبيلات ما يصبروش وما يخليوليش مسافه الامان وهذيك الناس تتقلق في الطريق تولي مصيبه كبيره تولي الناس يقول لك نخرج قالها عمي صار على الكره ان شاء الله ما يجي حتى واحد المنظر في الواد هذا منه شوفوا جبال فوق كثرة الدودان في البلاصة هذه يا لطيف والكارثة الكبيرة والله ما هي هنا كارثة كبيرة راه في الجسر هذا في واحد البولونات والجسر هذا تقريبا البولونات هذو تاع لي سيبور هذوك اللي يجيو ما بين الجسر بين العرس هذو راحوا كامل فزدوا كيف فزدوا نصلوا هذوك البولونات قاعدوا طايرين ثم هنايا اللي يجي هنايا الاماكن هذو يخبط فيهم تولي الناس تمشى بالعقل يا تضغى يدخلوا فيك الناس من اللور يا نقولوا البرونات هذوك يدخلوا شوفوا كره ماضيين يا لطيف اللطف كاينين بلايص مليح وكاينين بلايص لي خسروا كيما هذه داروا لها فزدت خلاص ولا داروا لها طابي هي ما جاش طابي جا سيبوره واحده اخرى تحديد عم خدموهم هذو رحمه ربي اش خدمهم داروا لهم الاوروبي هذاك على الاقل الخطره اللي فات كيما عديت منه ودرت واحد الفيديو شورت صغير كانت مصيبه كبيره القودرون هنا عليه ما يصلحش ما بين العرس على بالك الجسر يخدم وكيعود كاين يخدم ما يصلحش يلصق نهار ولا زوج ومن بعد ينصل من البولونات ثاني ناقصين ستوب لا اله الا الله محمد رسول الله النفق هذا راه مغلوق هذا هو اللي راه ما ندير عليه فيديو يخدموا فيه روح عمي السلامه ان شاء الله يخدموا هذا النفق مليح
مليح برك، ما ظلوا يخرجوا في التراب، يخرجوا في كارثة وخلاص. منا وروح ذوك الطريق هذي كانت تطلع برك وما تهبطش، وذوك وليت تطلع تهبط وتطلع تدي وتجيب في نفس الوقت. هنايا في المنعرجات هذي لازم دائما تساعد روحك تمشي بعقلك على قد ما تقدر. علاش تمشي بعقلك؟ تقول لي شوية الله يبارك فيك. ضاوي النفق هذا الله يبارك ما شاء الله، قصة واحدة المناظر هنا خلاب الله يبارك. شوف هنا طريق الأرض ما تبانش، هذا كامل جسر معلق. المنعرجات هذو تساعد روحك على قد ما تقدر. من وراها راح ندخلوا في الانفاق هذيك شعلوا الضوء تاعنا ونتكلوا على ربي. هون ليك هذا النفق اللي راه قدامكم مازال مش يخدم. ما اقول لك هذا هو النفق اللي راح ندخلوا فيه. شعل الضوء تاعي. بسم الله بسم الله يا خوتي. هذا النفق وش حنخاف منه؟ النفق الاخر اللي غلقوه كيما هذا مظلم يخلع يا لطيف. هنا نوصي خوتي حتى تلقى مثلا شاكمان ولا يتمشى بالعقل، لا راح تدوب ليه زيد تلقى واحد اخر، يعني راح تخرج ودير كارثه برك. ما كان له هنا عندك الحل نتاعك الوحيد انك تتمشى بعقلك. المشكل انه تكون تمشي فجأة ومن بعد تلقى شاخماني تمشي بريمير غير بشي بالعقل من المرة الاولى وخلاص. علاش تلقى الناس اللي جايين بزاف؟ هنا من يفرز الطريق شوية يخرجوا الناس كامل حتى الكواسطة ما يقعد حتى واحد. ما شاء الله تلقى مع واحد ما تكونش فيها مشاعفة كارثة عظمى. وقال هذا الشاك ما راح نتربي يا سيدي. والله كاينين اخرين يعطيك الصحة يا خويا، والله قارة ينفس طريق ومن بعد يقول لي يخرج. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. باش ما نقولوش الناس كامل كيف كيف كيف، كاين في أي بلاصة كاين المليح وكاين اللي مش مليح. هنا رانا مازلنا النفق الأخر وخلاص. هذا هو النفق الطويل اللي رانا خارجين منه. جاب الخير الطريق اللي من هي راه يتبان ان شاء الله يخدموه ونتهناو. كل خطرة يقاري واحد تتنفس الطريق شوية، والله رحمة ربي. قريب نخلص وتينا ان شاء الله. وهنا ان شاء الله خرجنا من النفق. الجسر هذا ثاني صعيب بزاف وضيق والناس ما تصبرش فيه هنايا. شوف الناس وراي الدوبلي ان شاء الله. خرجنا رحمة ربي ما كانش كيفها يا اخوتي. ما تجي تخرج من هذا النفق قلبك ان يخرج. هاوي اللي كان العرس والرم يخدموا فيه. في الطريق الاخرى شلال كافريدا اوقاع السوق الاثنين. شوف هنا الواد الله يبارك. من وراه ذوك ندخلوا شلال كافريدا، عندي فيه واحد الفيديو اكتب شلال كافريدا ادخل ليه الله يبارك. واحد المناظر ما شاء الله. هنا لقينا شاك ما نكتشف قدرنا نمشي 29. وشحال من خطره ندخل المحطات ويعني نلقاهم يديروا في المازوت، نتكلم معاهم نقول لهم يعني الطريق راهي صعيبه والناس راهي ما تصبرش. اذا كان هداكم ربي العالمين تكون تمشي مثلا في طريق كيما هذه 10 5 كي تخرج وتلقى بلاصه اللي تساع
مرة على مرة قاري لخيانك ينفس على خاوتك ينفس عليك ربي يوم القيامة. الطريق راهي صعيبة والناس راهي تتقلق، واحد هز مريض وواحد هز، قالوا لي كاينين اللي قالوا لي نخرجوا وكاينين اللي عندهم رأي خاص. دوك نهارات انا هنا منا وروح، المهم دوك نعطيكم بلاصة. لقيت واحد لاقري خرجت منه واحد شانطي تاع اللي راهم يخدموا في النفق يهزوا في القناطر، هذوك اللي راهم ليه راهم لتحت في الواد. الطريق دروك هنا مليحة، هو يمشي خمسة ربعة والناس دوبلي فيه هنا في الغبار هذا في البيستة هذه، كلاكسونينا عليه الناس تعيط ما كان والو، الناس كل دوبلي فيه هو قاعد في نص الطريق، الناس كل يقولوا له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. إنسان لازم تكون عنده ضمير شوية، تكون يخاف ربي وتكون عنده المهنة انتها وتكون شريفة. كما هنا يا طريق راي تقريب طابي، على ما نخرج أنا للناس كما هذا مشاك ما قادر يخرج شوية وخلي الناس تروح. حتى الدخلة تاع شلة الكافريدة والله وليت أنا دوبليت والله دروات أكل أكل دوبلينا مش غير أنا، داير الفودي تريس هو وكامي واحد آخر اللي زعما يسكورتي فيه. يا سبحان الله العظيم على الإنسان يدير كيما هكا. هذه هي الدخلة تاع الشلال بلدية درقينة، هاي وليك الدخلة تاع الشلال، خرج من تحتي هذا من الطوموبيل هذا. كاين واحد الشيخ واحد العام و راح يخدم في الغرب، وكانت الطريق لوتورود هذه ما كانش ايام ما لا سقسيته قلت له اخي راك رحت الغرب كيف رجعت يخدم الرمشي تلمسان. ذاك الوقت كانت الطريق وحده طريق صعيبه بزاف بزاف، وكان يخدموا زوج فياجات ولا ثلاثه تسمى يظلوا يسابتوا ويديروا في الرالي. من بعد كي جيت ولقيته بطل قال يا اخويا انا الخدمه اللي يعود واحد يخرج لك من تحت السويق لاص واحد من فوق الطواه واحد من تحت الاخر البربريز ما نخدمهاش. قال لي ما قدرتش كي يخدموا لي جان هذه الطريق هذه ما نقدرش نخدمها يعني والله سبحان الله العظيم هكذاك هذو. الله اكبر راهي ذا العصر ولا دروات هذه كل مليحة باش يعني يخرج لك والشاكمان يخلي الناس تروح مستحيل. وقبيلة في التينال هاكم شفتوا زوج من الناس خرجوا نفسه الطريق ومن بعد يروحوا، كاينين اخرين في العين في خراطة ثاني يحبسوا يفيري في المركبة تاعو ويدير الساندويتش والله يصلي والله يعمر بادنو تاع الماء ويتكلوا على ربي. اول حاجة ينفس الطريق ثاني حاجة يتفقد المركبة تاعو ويروح. هاو مول الكاميرا دوبليه ما لقالوش حل. دروك كاينه الدخلات تاع درقينة هذه والله يبارك عريضه، نورمالمون اصحاب الكمين هذو الناس اللي عاطلين يزير شويه باش ينفس الطريق مش شرط يحبس يخرج يدوبلي، على بالكم الناس ما تصبرش هنا واش تولي دير يولي يدوبلو فيه على دروات على غوش يخرج لا لي كونتيني يشدوه لا بوليس. المهم يتهنى منه وراه ينطحتني عقبه اذا كان ما دوبليتش في البلاصه العريضه هذه، ديروا خمسة ولا أربعة وقعد تبع فيه. نورمالمون هنا كي ندخلوا البلاصة العريضة هذيك يخلي الناس تروح. شوف الله يبارك شوفوا هنا نورمالمون زير شوية عليها رقاب نص طريق. شوف هيا ضرب تليفون ان شاء الله هاني خلاص هيا ضحك الله لا وفيق خلاص ناكل شدوني لا بوليس انا وليت اللي درت مخالفه. خرج شويه نفس الطريق هذه السيركيلاسيون اللي يتبع فيا كامل كنت وراه. انا تهنيت من شاك ما خرجت لي الطوموبيل هذه تاع يوتو كول فوق تمشي اربعة. تعود ترحم على الشاك ما اللي كان قدامك. مش كون قعدت ورا الشاك ما خيره.
بالنورو خدموا الطريق الله يبارك ما شاء الله. كان مازال واحد المورسو نورمالمون من العين وروح ليه مشكل كبير. لا هنا ما تقدر تجاوزه خلاص. قال له نقز من القفاه طاح في عراها قد قد. راي يتمشى لاباس وراي كاينه كومبرومون. هذه الطريق هذه قبل ما يخدموها يا خاوتي كانت كارثه كبيره. خباطي اللي تديه هنا ما يعلم به الا ربي. شوفوا واحد المناظر هنا قمه. راه يمشي لاباس رحمة ربي. خدموها الله يبارك ما شاء الله. هذه قبل كانت هنايا مازال لي كوط نورمالمون. حنا بكري كي كنا نخدمو في الطريق في لوروبي فينيشور راه يتخدم شويه هكذا تقبل الطريق روحها بونشونسي راه يخدم في الطريق هكذا. على بالكم خاوتي كي تعود الطابي عاليه كون يهبط واحد في المطر ولا هذيك او ما يقدرش يرجع والله يحشرك واحد هنايا ولا حاجه. مستحيل انك هنا مهما كان كيما صحاب البلاطوات تشوفوا هنا الروضه خرجت واحد 20 سنتي قاعد يمشي غير على روضه بالله. علاه الطريق هنا صعيبه ياسر مهما تكون تايا كاليفي في القياده وهذيك رايح تغلط. شوفوا هنا الواد وراه تاعنا شوف كارثة يا خاوتي كارثة. نورمالمون هنا شوفوا الطوموبيل كيف خرجت. نورمالمون كاين جدار هنايا للحماية كاين غير هذا الشباك هذا وقريب هذا الباليز هذا غير الطوموبيل تديه يروح يخرج ديريكت ما تكبر لا كامي ولا والو. هذي المشكل اللي كاينه هنا في البلاصه هذه كاينه واحد المنحدر راهم يعطوا لك ماين يخرجونا الارض هذو ويخدمونا في الطريق. تحيه كبيره لهم يعني واحد المنحدر يفسخ القلب. صورتو ذوك النهارات يعني حسن الحظ نتاعي هاوي ليك ها شوفوا المنحدر وراه ما تبان يا ودي تفسخ القلب راه في الوادي تحت. ياو تطلعها بريمير بالكرابوطاج وكنت عود المطر ما يطلعش. قال لي تخيل هبط واحد بالسيترنات على الكرودرون باش يفرغ الكرودرون ولقى السيترنات معمرين ضرب ثلاث ايام ولا اربعه هنا علاه ما يقدرش يرجع يرجع لازم فارغ. شوفوا هنا الناس وين دوبلي شوف انا الاماكن هذا والله نحب نمشي بالعقل ونتمتع في البلايص هذا. علاه نجي شارع انا نقيس واحد ولا يقيسني